شيخ صالح، قد تمر من أمام بعض البيوتات فترى وكأن البيت قصر أفراح، فإذا ما سألت قالوا هنا مأتم، ما هو توجه الشيخ صالح؟ هذا أمر منكر، إقامة المآتم على الأموات هذا من أمور الجاهلية، وهذا يدخل في النياحة، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فإقامة هذه المآتم والتأويلات هذه محرمة، لأنها بدعة، ولأنها من النياحة، ولأنها فيها تكاليف مالية كثيرة وإسراف، وأيضا يكون فيها منكرات، وربما يكون فيها شركيات. كل هذا من سلبيات هذا العمل الذي لا مصلحة فيه لا للأحياء ولا للأموات، إنما المشروع بحق الأموات ترحم عليهم ودعاء لهم والاستغفار لهم وتصدق عنهم وتنفيذ وصاياهم، هذا هو المشروع الذي ينفعهم ويستفيدون منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الذي ينفع الأموات هو الأعمال الصالحة من الدعاء والصدقة والحج والعمرة عنه، أما إقامة المآتم وإقامة بيوت العزاء وصنعة الطعام من الناس أو من أهل الميت توسع في ذلك، كل هذا من الأوصار والأغلال التي ليست في مصلحة الأحياء ولا في مصلحة الأموات. جزاكم الله خيرا.